طاولة معدنية، كرسي وبعض الحقن من الهيروين والكوكايين يتعاطاها المدمنون وإنما بطريقة شرعية. هذا ما يعرف رسميا باسم عيادات الحقن الموجودة في برشلونة وعددها 4، افتتحت بين عامي 2003 و2005. هذه العيادات أنشئت بعد الارتفاع الدراماتيكي في عدد ضحايا الجرعات الزائدة من المخدرات في الشوارع. قمنا بحقن حوالي 100,000 جرعة العام الماضي في هذه العيادات، ولو بقي المدمنون في الشوارع لكانوا في عداد القتلى الآن، والمدينة لا يمكنها أن تتحمل هذا. معظم الذين قصدوا العيادات رجال بين عمر 20 و35، أغلبهم من خارج البلاد. أطباء كثيرون يعتقدون أن عمل هذه العيادات مجدٍ، لكن الضجة الأولية التي أحدثتها تراجعت كثيرا، وبعض الناس فقدوا حماستهم تجاهها. الجميع يرى أن للعيادات تأثيرا سلبيا على الأحياء، ونحن نعتقد أنه يجب نقلها بعيدا من الأماكن حيث الكثافة السكانية. مدمنون كثيرون يبدون امتنانهم لوجود مكان آمن يتعاطون فيه، ولكنهم واعون إلى أن المجتمع غير مرحب بهم. نظرة سياسية بامتياز، يريدون أن يتخلصوا منا. إذا استطاعوا سيضعوننا على متن طائرة ويغرقوها في المحيط الأطلسي. عيادات مماثلة يجري تنفيذها في كل من بلباو ومدريد، لكن برشلونة تبقى في الواجهة.